موضوع ملف 2005 موضوع مفتوح منذ فترة طويلة، ولكن أخشى وأنا حفظت لساني أني أتحدث فيه لأني شفت أنواع التصريحات بصراحة ليست دقيقة فيما يتعلق بالقضية. حين تتحدث يجب أن تسأل الجهات المعنية بهذا الأمر. فوجئت برأي صادم عند الجهات القانونية التي تعمل في الحكومة. أولا يجب توضيح أنه 2005 الذي يقوم بتغيير وضعيته هي الحكومة وليست حركة فتح. الحكومة تنظر إلى تعيينات 2005 على أنهم ليسوا موظفين. انتبه إلى البعد القانوني، الحكومة تعاملهم على أنهم غير موظفين في الحكومة الفلسطينية. طيب فأنا بسأل أنه طيب على أي أساس؟ يعني هدول بياخدوا رواتب، يعني كيف مش موظفين؟ يجب أن يتم اعتمادهم وتحسين وضعيتهم. قالوا هم غير موظفين وأنهم يتلقون مساعدة شهرية من الحكومة. تخيل، وكأنه ضمان اجتماعي وليس راتب. إذن كل من تحدث أو معظم من تحدث عشان نخفف اللغة في الفترة السابقة عنهم لم يصدق القول لصالح الناس، إنما يعني كان يعطي إبر من الأمل الغير المحسوبة. الحقيقة أن الوضعية القانونية لهؤلاء المفرغين يجب أن تتغير من ضمان اجتماعي، من مساعدة اجتماعية، إلى وضعية موظف طبقا للقانون. هل تستطيع الحكومة أن تحولهم من ضمان اجتماعي إلى موظفين وتتحمل مسؤولية تعيين آلاف الموظفين؟ أعتقد أن هذه قضية قانونية جدلية يجب معالجتها بشكل واضح. في فتح نحن نضغط باتجاه تحسين وضعيتهم، ولكن أعتقد أن الحكومة ما زالت بينها وبين حقيقة هذا الواقع يعني بون شاسع. كل وضعية حركة فتح في قطاع غزة مشكلات كثيرة متنوعة ومتدحرجة في كل الاتجاهات. هنالك طروحات لكافة المشاكل في اللجنة، هنالك تقديم لحلول أيضا، هنالك حلول قدمت في اجتماعات المجلس الثوري في الفترة الماضية. الحلول التي تقدم من اللجنة ومن المجلس الثوري متشابهة إلى حد كبير. المفروض الآن أن يتم اعتماد هيئات قيادية مناسبة لإدارة شؤون حركة فتح في قطاع غزة، تكون أكثر حيوية، أكثر نشاط، أكثر قدرة على اتخاذ القرار، وأن تكون قريبة من القاعدة الفتحوية. برأيي المتواضع أن الناس، أن الجمهور حركة فتح، أن قواعد حركة فتح مواقفهم أكثر تقدما من قيادتهم بمراحل كبيرة، وظلم هذا الجمهور في الفترة الماضية نتيجة يعني ملاحظات كثيرة على طريقة أداء من تحملوا المسؤولية.